شكرا لكم جميعا ايها الشعب، شكرا لكم جميعا. شكرا هذا الوطن يطلب ان يكون فيه جند قوي عزيز. الشيخ زايد رحمه الله كان دائما يردد معنا مع الرجال الإعلام السياسيين اللي يقابلهم وفي كل مناسبة إن الله جميل يحب الجمال. هذا هو الواعظ الأول لحس الشيخ زايد الجمالي. هو يؤمن إيمان عميق بأن الله جميل، بأن كل ما خلقه من حولنا جميل، بأن الطبيعة جميلة، بأن الشجر جميل، الخضار. كان دائما يقول لنا ولمن يقابله من المسؤولين والأجانب أن الإنسان الذي لا يشعر بجمال الطبيعة، بجمال الإنسان، بجمال الخضار، ليس بإنسان، هذا ليست لديه معاني الإنسانية. ودعني أذكر لك حادث تدل على ذلك. يعني في أوج الأزمة عندما اشتعلت بالنسبة للكويت، احتلال الكويت، كان الشيخ زايد رحمه الله في مصر، مر على السعودية، عاد إلى أبوظبي، وفي فجر اليوم اللي وصل فيه في أبوظبي بعد أن استعد للصلاة وخرج يهم بها، نظر إلى من حوله، كان معه الشيخ سرور بن محمد وغيره، يعني معه من أبنائه، وقال، نظر إلى القرم، شجر القرم الذي كان قد بدأ يزرعه في قصر بالقرب من قصر البحر، وقال لهم: أتنظرون إلى هذا الطبيعة الجميلة؟ تنظرون إلى الطيور كيف تأتي إلى أوكارها، كيف نتجد لها طعام وراحة؟ يجب أن نعمل المزيد من تلك الأشجار. هذه كانت في أوج الأزمة، لم تمنع الشيخ زايد من أن ينظر إلى جمال الطبيعة وأن يكون أيضاً عامل في أن تتوسع رقعة هذا الجمال إلى كل من حوله. أيضاً في جانب آخر من جوانب اهتمام الشيخ زايد بالشعر والشعراء، اللي هو حرصه على حضور الشعراء في مجالسه وسماعه القصائد منهم، وحرصه على أيضاً استقبال الشعراء وحضورهم في زياراته لمختلف مناطق الدولة والسماع القصائد منهم، بل وإكرام الشعراء. هناك أيضا وجه آخر من أوجه اهتمام الشيخ زايد بالشعر والشعراء، المناسبات الوطنية مثل عيد الاتحاد ومناسبة ذكرى جلوسه في 6 أغسطس، كانوا الشعراء ينظمون قصائد يهنون فيها الشيخ زايد وحكام الإمارات بهذه المناسبات. فكانت هناك لجنة خاصة تستقبل هذه القصائد، ويتم تقييم القصائد ومكافأة الشعراء عليها سنويا في هذه المناسبات. وجه آخر من أوجه اهتمام الشيخ زايد بالشعر والشعراء، البرامج الشعرية في التلفزيون والإذاعة. وجه الشيخ زايد بأن يكون هناك مجلس أو مجالس للشعراء في إمارة أبوظبي وفي إمارات الدولة،
لذلك في مارت ابو ظبي اكثر، او يعني اذا ما خانت الذاكره 4 أو 5 مجالس شعريه، من ضمنها مجلس شعراء المنطقه الغربيه، مجلس شعراء العين، ومجلس ابو ظبي، مجلس شعراء ابو ظبي. ونجد ان في تلفزيون دبي كان هناك ايضا مجلس للشعراء، وكانت هناك يعني مكافآت شهريه للشعراء اللي مشاركين في هذه المجالس وعضويه لهم، بناء عليها يجدون او ينالون مكافأة شهرية في المجالس الشعرية في ابو ظبي ودبي. وكذلك البرامج الإذاعية الشعرية في إذاعات الدولة، وكان يصرف مكافآت ايضا لهم وكان يدعمهم. ايضا هو كان افتتح معرض، كان معرض الكتاب الاسلامي الاول، ثم بعد ذلك تحول الى مسمى معرض ابو ظبي للكتاب، وهناك صوره شهير له وهو يقلب الكتب. كان يحرص على ليس فقط على شراء الكتب لا يعني شخصي، وانما ايضا مؤسسات الدوله ان يتم تزويدها بالكتب، تشجيع المكتبات، تشجيع الادباء والكتاب على الكتابه، على الاستمرار، على التركيز على الثنائيه المتكامله مع بعضها البعض، التركيز على التراث والتركيز على الادب، على شتى انواع العلوم. فبالتالي هو كان يجد المعارض الكتب هي فرصة للاحتفاء بالثقافة. زايد كان يؤمن إذا ما هناك تعليم وما هناك صحة لا توجد دولة. ستجد الناس لا تحصل على الصحة والعلاج، وكان ركيزة الشيخ زايد الأساسية هو التعليم. لذلك اليوم البلد اللي فيها اهتمام في هذا الجانب تجدها مستقبلها راح يكون زاهر. من أهم إنجازات الشيخ زايد هو إنشاء جهاز أبو ظبي للاستثمار، على اعتبار أنه بثاقب نظره كان يؤمن بحق الأجيال القادمة في ثروة البلاد من النفط الذي أصبح اليوم من أهم الصروح الاقتصادية وأحد أهم الأجهزة السيادية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، الشيخ زايد فكر منذ البداية في أن علينا واجب مساعدة الأشقاء والأصدقاء، فأنشأ جهاز أو أنشأ صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي الذي قام ويقوم بعدة مشاريع في كثير من الدول العربية والصديقة التي بلغت يمكن أكثر من 100 دولة. الشيخ زايد حاضر اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما يعني ترك من آراء وأفكار وآثار. الشيخ زايد مدرسة حقيقية، وما زالت تخرج أجيال الإمارات جيلا بعد جيل. استحق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحق لقب حكيم العرب، وكان عروبيا بمعنى الكلمة. استطاع أن يستشرف آفاق المستقبل بكل ثقة ووضوح، فسار بشعبه نحو الحضارة والتقدم الذي أذهل العالم في أرض صحراء قاحلة صارت خلال سنوات حكمه وجهة سياحية رائدة في العالم، ونموذجا اقتصاديا وسياسيا وشعبيا يحتذى. لا توفيه الكلمات حقه، لأنها تقف عاجزة عن إبراز دوره في نهضة دولته، وتقف الحروف حائرة بين السطور عاجزة عن الإنشاء والإخبار. فزايد تجاوز اللغات وتجاوز التاريخ، فهو الأغلى في تاريخ هذا الوطن الجديد، والرجل الذي حول رمال الصحراء إلى جنان خضراء تشهد له حتى يرث الله هذه الأرض ومن عليها.
I think and Sheikh Zayed was a man of the people, a man who enjoyed the company of the people and who could he could communicate with them, he could explain things to them, and he certainly was not someone to hesitate to speak his mind and to talk and discuss. تصور يا سيدي أن الشيخ زايد أقام سباقات في كثير من الدول العربية. هل اكتفى زايد بالدول العربية؟ لا. الشيخ زايد عمل ميدان لسباق الهجن في استراليا. يعني لو أتحدث مع جيل اليوم الذي لم يرى زايد رحمة الله عليه لن يصدق ما أقول. نعم أقولكم أن الشيخ زايد لما وجد كم وكيف من الهجن الموجودة في استراليا أمر بإقامة ميدان لسباق الهجن وعمل جوائز تقديرية للفائز في هذا السباق. المكافآت الشيخ زايد لما يدفعها لأصحاب الهجن أو أصحاب الخيل أو أصحاب الصقور جاء ذلك من خلال اهتمام الشيخ زايد وحثه على المواصلة في الاهتمام بهذه الرياضات. السباقات البحرية الشيخ زايد أحيا سباقات التجديف، أحيا سباقات الشرع. أيضا الشيخ زايد لم يقلل من قيمة أصحاب السفن ذات الماكينات أو الآلات أو الموتورات، أيضا عمل جوائز قيمة لأصحاب هذه السفن، وأصبحت هذه الرياضات تعم أجزاء الدولة. شو تبقى أكثر من أن يكون هذا الإنسان عايش معاك كأنه أبوك، يحضر يجيك في بيتك، يحضر ويأكل معاك في البيت، يستقبلك في مجلسه، يساعدك في دراستك، يساعدك في علاجك، يساعدك في تجارتك، يهتم مستقبلك، ينصحك باللي هو أفضل وأحسن لك، يهتم بأولادك، يبعثهم للتعليم خارج البلد. يعني علاقته بمواطني ما افتكر في هناك حاكم تميز بهذه العلاقة بينه وبين شعبه مثل الشيخ زايد. يعني الشيخ زايد بالنسبة لنا رجل نحن مديونين له بكل ما نملك، حتى بأنفسنا مديونين له. رجل ساعدنا من البدايات واهتم فينا وربانا، أعطانا الفرص وشجعنا في كل هالمجالات هذه، بشخصيته، بإمكانياته، بنصيحته. فشو نبقى أكثر من هذا يعني؟ أي والله، يعني كان قريب منا أكثر من أبونا. نحن نجني ما زرعه الشيخ زايد. ولو ترى في الآونة الأخيرة الآن دولة الإمارات العربية المتحدة، جواز دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل تقريبا في كل دول العالم، في كل دول العالم، وذلك من خلال سمعة دولة الإمارات التي أسسها الشيخ زايد رحمة الله عليه وأبنائه الذين يعني يفعلوا وصية الشيخ زايد. كذلك سيدي الفاضل، سياسة الشيخ زايد كانت سياسة إيجابية وكانت سياسة داعمة للحق، وتواجد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وطلاب مدرسة زايد خلنا نقول رحمة الله عليه في كثير من دول العالم لنصرة الحق وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. من أول الخطوات التي اتخذها زايد لدعم علاقات الدولية أنه قدم طلب لانضمام دولة الإمارات العربية إلى 1 جامعة الدول العربية، 2 الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعشان كده لما رفع علم دولة الإمارات فوق الجامعة العربية وكان ممثله أيامها الله يرحمه
أول سفير للدولة في القاهرة تيريام عمران تيريام، كان يوما مشهودا في تاريخ علاقات دولة الإمارات بالقاهرة والدول العربية. ولما رفع بن غباش علم دولة الإمارات على مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، كان هذا تأكيدا على أن الدولة الوليدة تتواجد وسط العالم كله. وده طيب، زايد علاقاته مع الدول إيه؟ أولا زايد كان إنسانا، ويمكن هنا يا جماعة أكبر دولة قدمت دعم لمن احتاج للدعم بالذات الدول العربية والإسلامية كانت دولة الإمارات، حتى إن هو كان يخصص أكثر من 10% من دخل أبو ظبي لمساعدة الأشقاء في الصومال وفي السودان وفي وفي وفي، مساعدات بلا حدود. تروح مثلا المكتبات العالم اللي فيها التراث العربي، فكان في مكتبات لا يمكن أبدا يسمحوا بدخولها ولا إخراج كتاب منها ولا تصوير شيء فيها، زي مكتبة الإسكوريال في إسبانيا. مجرد إن أنا رحت أقول إن أنا من الإمارات وعايزين لتلفزيون الإمارات نصور مكتبة الإسكوريال، وزارة الخارجية بنفسها الإسبانية تبعت معايا مندوب بجواب خاص من الوزير بالسماح لي بأن أدخل وأصور المكتبة وأخذ كتاب بس بدون فلاش إلى جوار الشباك، مصحف قديم من التراث العربي في الأندلس، ونصور. وأنا في ماليزيا وإندونيسيا نفس الشيء، سنغافورة نفس الشيء، يعرفوا إن أنا جاي من الإمارات من عند الشيخ زايد، فتفتح لي الأبواب ويرحب بي وتسهل مأموريتي في جامعة إكستر في بريطانيا. حين رحت، لأن جامعة إكستر فيها مكتبة مهداة من الشيخ راشد يرحمه الله، أنا جاي من الإمارات وزعيم الإمارات الشيخ زايد يعني احتفل بي عند زيارته للندن احتفاء كبير جدا، الملك احتفت بي احتفاء عظيم جدا وبرضه زيادة عن البروتوكول. كنت مجرد أقول أنا تلفزيون الإمارات، أنا من تلفزيون الإمارات، فتسهل لي الأمور ويسألونني كيف الشيخ زايد. فعلا شهادات من عدد كبير من الناس تؤكد أنه ما فعله الشيخ زايد وما قدمه الشيخ زايد للبشرية جمعاء كان بدون قدرة على أنك أنت تحصره في موضوع معين. لقد تبوأت دولة الإمارات بفضل حكمة المغفور له الشيخ زايد وبعد نظره وتخطيطه المسبق مكانها في مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم بفضل تضافر جهود حكام الإمارات، وأصبح للإمارات اقتصاد متنوع يضم صناعات غير نفطية عدة، وهذا ما تجسد اليوم من خلال هذا الخير الذي عم مواطني الدولة، حيث استفادوا من الخدمات الاجتماعية عالية المستوى التي تسهر على تقديمها وتنميتها مختلف الوزارات الاتحادية. كل هذا بفضل ما بذله الشيخ زايد طيب الله ثراه من أجل أن يمهد الطريق لنمو سريع وتطور قياسي للوطن.